السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنذهب اليوم معا إلى الصين، وبالتحديد في المنطقة الشمالية الغربية منها. هناك صحراء، وهذه الصحراء ترتفع 3000 متر عن سطح البحر، صحراء فقيرة بالموارد الطبيعية، وحاولت الصين عدة مرات أن تجعل فيها تنمية بهذه المنطقة، وأخيرا قررت بناء محطة لتوليد الطاقة الشمسية. طبعا توفر النور بساعات طويلة ومنطقة رعوية، فبنت هذه المحطة. لكن الجميل ما بهذه المحطة أنها مساحة كبيرة، 5000 ملعب كرة قدم توزعت الخلايا على هذه المساحة الشاسعة. فالذي حدث أن بخار الماء قل تبخره من هذه المنطقة، فزادت نسبة الماء في التربة. مع ازدياد نسبة المياه في التربة وجدت الأعشاب، نبتت الأعشاب بها الصحراء من جديد، وأعشاب طويلة ووافرة، وغطت على الخلايا الشمسية وأصبحت تمنع وصول النور إلى الخلايا. فاحتاجوا إلى عمال لإزالة هذه الأعشاب، لكن تكلفة العمال تكلفة كبيرة. ففكروا وجاءت الاقتراحات والحلول، والاقتراح الأجمل والذي أحببنا أن نذكره ونتحدث معه هو فكروا بالأغنام. الأغنام، نعم، أتوا بالأغنام إلى هذه المنطقة، وأصلا هي منطقة رعوية فيها أغنام كثيرة. جاءت الأغنام وأصبحت هي تزيل الأعشاب اللي ضارة. طبعا إزالة الأعشاب يمنع وجود الحرائق، يوفر غذاء، فهناك أصبح اتفاق بين أهل المنطقة والحكومة. الآن لو زرتم هذه المنطقة ستجدون الأغنام منتشرة هناك، والعمال يقومون بتنظيف الألواح الشمسية. وفرت 7000 فرصة عمل، بالإضافة إلى استقرار 60 شركة هناك. إذا منافع عديدة، وثلاثة عصافير بحجر واحد قامت الحكومة الصينية بها. عمال يعملون بأناظيفها، عشب، صحراء أخضرت من جديد، وأغنام ترعى، وكل شيء جميل. هي هذه الفكرة الجميلة أحببنا أن نحكي بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.